حديث الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، هذه الجبهة ودورها وإخلاصها وأدائها من أجل هذا الوطن. نشير إليكم فقط أنها خلال 3 أسابيع فقط عقدت 14 مؤتمرا شعبيا جماهيريا في محافظات مصر قبل الدستور، تدعو إلى الدستور. أيضا هناك بالغد اجتماع لخبراء الجبهة، والهدف منه وضع خطط مدروسة لبناء مصر المستقبل بعون الله تعالى. الكلمة الآن للسيد قدري أبو حسين الأمين العام لجبهة مصر بلدي. وإن كان البرنامج لم يتضمن سوى كلمات محددة لقيادات الجبهة، لكن المناسبة من روعتها ومن تاريخيتها ومن عبقريتها تدعونا للحديث ولا نمل الحديث. بالأمس ذكرت في حوار أننا أمام نقطة فارقة في تاريخ مصر، أننا أمام مصر الجديدة. قلت هذا بعقلي وقلتها بقلبي وأنا صادق فيما أقول، فالحقيقة أننا نعيش أيام بل ساعات بل تحسب باللحظات، لحظات تاريخية بكافة المقاييس. بنتطلع بعمق وصدق إلى أيام زاخرة بالأمن والأمان والازدهار والرخاء لمصرنا الحبيبة. الحقيقة أن الجبهة كما ذكر من قبلي لم تبخل خلال شهورها القليلة وخصوصا الفترة الأخيرة أن تبذل أقصى الجهد تحركا في شمال مصر وجنوبها، صعيدها ودلتاها، قراها ومدنها ومراكزها، متحركة وجمهور متجاوب بكل الصدق والإخلاص فيما تدعو إليه. وقد عشنا أيام الاستفتاء وكلنا فخر واعتزاز بأن هذه الجهود أثمرت نتيجة رائعة. لقد زادت قناعتنا فعلا بأن هذا البلد يتمتع بعبقرية فزة وفريدة، هي عبقرية الزمان وعبقرية المكان. وقد أضاف إلينا أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي عبقرية السكان، وهي إضافة لا شك فعلا تعطي هذا الشعب حقه. الحديث في هذه المناسبة يطول ومناقب الأيام الماضية بغير حد ولا حصر، لكن أقول نحن ننطلق عقب الاستفتاء إلى آفاق جديدة، آفاق فيها العمل، فيها الجهد، فيها الإخلاص. لابد أن نرتقي بهذا البلد إلى آفاق عليا متقدمة تستأهلها ويستأهلها شعبها العظيم. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.